انا عايز الناس الحلوه اللي بتتابع عائشه تدعي لها. فضلت 17 سنه محجبه، ولما قلعت الحجاب والدها شربها كوبايه لبن بعسل وقال لها ربنا يهديكي. كواليس واسرار في حياه البلوجر عائشه اشرف وتاثير انفصال اهلها على حياتها الشخصيه. عائشه اشرف واحده من اشهر صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي وعندها الاف المتابعين، ومؤخرا اتعرضت لهجوم كبير من رواد السوشيال ميديا بعد قرارها بخلع الحجاب، خصوصا ان والدها متدين جدا، بس هي قررت ترد على الهجوم بان علاقتها بوالدها كويسه قوي، وده السبب اللي خلاه يتفهم قرارها وعرف يحتويها. وكان اول رد فعل لي انه جاب كوباية لبن بعسل وخلاها تشربها وقال لها ربنا يهديك يا بنتي. وفي لقاء تلفزيوني باباها قال انه زعل منها بينه وبين نفسه، بس زعله ما كانش ينفع يأثر على معنويات عائشة لانها في الاول وفي الاخر بنته. بالمناسبة كتير من جمهور السوشيال ميديا ما عرفش ان اهلها منفصلين من فترة كبيرة وان والدها متجوز واحدة تانية، وحاليا عائشة عايشة مع باباها. وطبعا انفصال الاهل كان ليه تأثير كبير على حياتها وقراراتها، زيها زي اي بنت وللأسف سابت التعليم بعد ما كان نفسها تدخل كلية الهندسة. في البداية حاولت تكمل وتدخل صنايع وتجيب مجموع وتعمل معادلة وبرضه تدخل هندسة، لكن نفسيا ما كانتش احسن حاجة وسابت التعليم. كمان ثقتها في نفسها قلت، زيها زي كتير من الابناء اللي اهلهم بينفصلوا وده بيأثر عليهم. ومؤخرا عملت عملية تجميل في انفها رغم ان كتير من المتابعين شايفين ان ملامحها حلوه ومتناسقه وما كانتش محتاجه العمليه دي اصلا. عائشه زي بنات كتير في سنها بتبقى متردده وبتاخد قرارات منها الصح ومنها الغلط، بس هي كمان محظوظه لان ليها اب بيستوعبها وحنين عليها، وده هيفرق في مستقبلها اكيد.